حسن كلمنا عن التحقيق والنهارده كنت بتمثل قدام نقابه المهن الموسيقيه في واقعه رضا البحراوي، يعني احكي لنا ايه اللي حصل بالظبط. والله هو احنا جينا النهارده النقابه علشان خاطر التحقيق، واحنا الحمد لله يعني ما فيش اي حاجه، واي قرار تاخده النقابه احنا دلوقتي تحت امرهم، واحنا معاهم في اي حاجه، واحنا خلاص الموضوع وطلعنا تاسفنا للجمهور وللناس وخلاص، والقرار دلوقتي في ايد النقابه، وطبعا انا بحترم طبعا اي قرار النقابه تاخده على راسي. واول ودي تاني حاجه انا عايز اتكلم فيها دلوقتي يا جماعه، انا في جمله كنت بقولها في الفيديو، بقول لو رب البيت بيطبل بنته بتطلع رقاصه، انا مش قصدي ولا اي طبال ولا اي عازف، انا حسن، انا معايا عازف في فرقتي ومعايا طبالين في فرقتي، فاول الناس هتزعل الناس اللي شغاله معايا وهتسيبني اكيد، لو انا بغلط في اي طبال او بغلط في اي عازف اكيد الناس هتسيبني. انا الملخص ان انا بقول لو رب البيت بيطبل بنته بتطلع كده، فالمفروض ان اصلا انا بقول ان الاب لما بيكون سايب البيت سايب البيت في السايب، ان البنت بتطلع ما فيش حكم، ما فيش حاكم، ما فيش حد بيقدر راحه فين جايه منين الكلام ده، فانا ده قصدي، انما انا اصلا ولا بغلط ولا اقدر ان انا اغلط في اي طبال ولا اي عازف، لان دول احنا من غيرهم اصلا، يعني احنا من غيرهم مش ولا اي حاجه. فانا هتعالج ده ازاي يا حسن؟ انت هتعالج ده ازاي دلوقتي؟ لا انا كل الايقاعيين قدموا شكوى ضدك وموجودين تحت ومصممين على انك يتم ايقافك، وهو ده احنا كنا متواجدين معاهم، انت هتعالج ده ازاي؟ بص لا هو طبعا انا دلوقتي جيت النقابه، وانا يتم ايقافي ما يتمش ايقافي ده في ايد النقابه، اللي هم عايزينه القرار اللي هم عايزينه انا موافق عليه، وانا راضي باللي ربنا يكتبه لي، بس انا بوجه رساله للناس اللي هم الطبالين، انا ده كان قصدي في الفيديو، ان لما الاب بيسيب البيت سايب البنت بتطلع يعني ممكن خلاص، انما انا اصلا ماليش دعوه بالطبال نفسه. بتشوف ان دي اساءه، يعني انت ليه اصلا تطلع تقول حاجه زي كده؟ انا ساعه دي اول مشكله ليا، دي اول مشكله ليا في المجال، ودي كانت ساعه غضب، وانا طبعا عمرها ما هتتكرر تاني، وانا من قلب النقابه انا بتاسف للنقابه، وبتاسف لكل طبال وكل عازف، وبتاسف لاي حد وجمهوري ان هم سمعوا مني اي الفاظ، وبعد كده ان شاء الله انا بقول مش هتتكرر تاني ان شاء الله.